من بعد 35 عام ديال الخدمة في الطرقان، 30 عام منها كانت في أوروبا. قلت مع راسي الله يجعل شي بركة، وقررت أنني نشد التقاعد ديالي ونرجع للمغرب. والناس اللي كنت خدام عندهم في إيطاليا هاد المدة كاملة داروا لي حفل تكريم وعرضوا على كاع الناس اللي كانوا خدامين في الشركة، وكجزاء على المجهودات والتفاني ديالي في العمل طيلة هاد السنوات اللي دوزتها معاهم عطوني مكافأة نهاية الخدمة وبزاف ديال الهدايا كعربون شكر وامتنان. من بعد حفل التكريم بشي ايامات قليلة عيطات عليا نقابة السائقين المهنيين وخبروني ان الوزارة المكلفة بالنقل بإيطاليا غادي تعطيني جائزة اخرى سميتها السائق المثالي، لانني وطيلة هاد 30 عام وانا في إيطاليا عمرني ما درت شي مخالفة ولا ارتكبت شي حادثة، وداكشي فعلا اللي كان. التحقت بهم في مقر البلدية كما خبروني وسلموني مبلغ مالي وطموبيل دايز هالكلام، وداروا معايا روبورتاج في الراديو وحتى في التلفازة. الناس اللي ما كيعرفونيش باش كيشوفوا وجهي اول مرة كيدهشوا وكيطيح عليهم العجب، حيت النصف الايسر ديال وجهي كحل وفيه تجاعيد والنصف الاخر بيض ونقي. وبلا شك حتى نتوما غادي تسألوا علاش، ولكن انا غادي نجاوبكم. طيلة المدة ديال الاشتغال ديالي في الرموك كانت عندي طريق وحدة كندير فيها الالو والرجوع، وكانت ديما الشمس كتضربني غير على الجهة اليسرى من وجهي وكتبقى الجهة الاخرى ما كتوصلها الشمس. وبمرور الايام والشهور والسنين بلا ما نشعر ولا وجهي هكا. كان هذا الامر كيتسبب لي باحراج في الاول، خصوصا فاش كيبقاو الناس كيشوفوا فيا وكيستغربوا، ولكن مع مرور الوقت ولا الامر كيجيني عادي، خصوصا بعد ما مشيت عند الطبيب ديال الجلد وخرج ليا شي بومادات ونقصات ديك الكحوليه شويه، وعلى الاقل ما بقاتش كيف الاول. بقيت شي اسابيع قليله من بعد حفل التكريم الاخير وشديت الطريق انا والحاجه مراتي باش نرجعوا للمغرب. اما ولادي الثلاثه بقوا في ايطاليا، جوج منهم خدموا في السياقه بحالي، اما الولد الصغير سلك مسار مختلف على خوته وقرر انه يكمل الدراسه ديالو. رجعنا انا والحاجه للدوار اللي حتى حاجه ما تبدلاش فيه نهائيا هاد السنين كامله، بحال الزمان جا حتى لعندو توقف. وبما اني شديت تقاعد ومبقى عندي ميدار، قررت نقابل ونطور المشروع الصغير ديالي تربيه الغنم والابقار اللي كنت دايرو في الدوار، وكنت مخلي غير ولد عمي مقابلو ليا. فاش كنت مازال في ايطاليا شريت ليه كاميو باش يبقى ينقل بيه الابقار والاغنام ويبيعها في الاسواق. الواحد هو اللي يدير على شرشع ولا لا. دابا هادي شهرين وانا في الدوار وكنشوف داك الكاميو تقريبا كل يوم، وفي كل مره كيشدني الحنين باش نرجع نسوق من جديد، ولكن عمرني ما زعمت. حتى لواحد النهار وقع ليا واحد الموقف خلاني نرجع للسياقه من جديد. واحد الصباح مشيت للمارشي ديال الفيلاج باش نتقدى الخضره لمالين الدار، تفاجات بالاثمنه الخياليه اللي كانوا كيبيعوا بها. المطيشه ب 12 درهم، بطاطا ب 9 درهم، وحتى من البصله دايرين ليها 5 درهم. واش انا بصح في المغرب ولا مازال في ايطاليا؟ بقاو فيا غير الناس ديال الدوار مساكن اللي اغلبهم دراوش وما يقدروش يتقدوا لولادهم بحال هاد الثمن هذا. رجعت للدار طالع لي الدم وانا كنهضر غير بوحدي. فاش قربت للدار ويبان لي الكاميو من بعيد، وهي تجيني واحد الفكره. طلبت من ولد عمي سالمي يدوز عليه التيو وينظفو بالزربه، وقررت انني نمشي للبحيرات القراب من الدوار ونعمر الكاميو كامل بالخضره ونفرقها على الناس فابور قدام السوق. وفعلا داكشي اللي كان فراسي درتو. ما رجعت للدار حتى خويت كاع الخضره اللي كانت في الكاميو وفرقتها على الناس فابور، وخا هادشي غير جبد لي الصداع والخصومه مع الخضاره، وهدوني انهم غادي يدعوني لاني سببت لهم في الخساره. ولكن حتى انا واجهتهم وهددتهم بانهم الا زادوا في اثمنه الخضره بدون سبب السوق المالي غادي نعاود ندير نفس الشيء واللي ليها ليها. من نهار فاش رجعت للمغرب عمرني حسيت براسي ناشط وفرحان بحال اليوم، ماشي حين تفرقت الخضره فابوره للناس، ولكن حين رجعت نسوق الكاميو من جديد. حسيت براسي بحال شي حمامه كانت محبوسه مده طويله ويلاه طلقوها. الحياه بالنسبه ليا هي الطريق والسوقان. هو صحيح اني كنت كنسوق السياره ديالي يوميا، ولكن باش تسوق الكاميو شي حاجه مختلفه كليا. كنحس بالحريه والسعاده. وداك النهار قررت انني نرجع للميدان ديال السياقه من جديد مادام ان الله مازال عاطيني الصحه.
وراه كمتاج تجربة مهنية كبيرة وطويلة. اتصلت بالحاج مبارك اللي كانت عندي معه علاقة مهنية فاش كنت في إيطاليا، وتبارك الله عليه رجع للمغرب واستثمر في الوصف النقل، ولاو عنده بزاف ديال الكاميوات اللي كيمشوا لموريطانيا ومالي. هضرت معه وقلت لي اني باغي نرجع للسياقة من جديد. استغرب الفكرة وبدا كيضحك، واش انت مازال ما بغيتيش تعيا؟ قلت له راك عارف الحاج مبارك، انا السوقان كيجري ليا في دمي وما كنرتاح حتى كنشوف الكونتور قدامي. في ديك المحادثة ديالي معاه قدم ليا بزاف ديال النصائح والتوجيهات اللي غادي نحتاج، ولقاني بشي ناس اخرين فادوني في الدومين بزاف. دازت اسابيع من بعد شريت فيها رموك كبير ولقيت راسي شاد طريق لموريطانيا. ديك الرحلة كانت كلها غموض، داكشي اللي داز عليا فيها كرهني في السوقان وما يجي منه. طريق ديال الصحراء طويلة وصعيبة وماشي اي واحد يقدر عليها، كنت كنديرها في السنوات الاولى في السوقان ديالي قبل ما امشي لايطاليا. اليوم واخا الحال كان سخون شوية في الصباح ولكن برد الجو في الليل وطاحت الضبابة، وبصعوبة وليت كنشوف الطريق حيت الساحل ما بعيدش بزاف. الطريق ما فيهاش الفيراجات والحديد اللي كيدوز منها قليل بزاف، وهادشي كيجيب الناس. ما كاين لا ديور لا فيلاجات لا قهاوي غير الرمله والقدرون. دزت على تيزنيت قولميم طنطان، ودابا مازال قدامي الداخله قبل ما نوصل للمركز الحدودي لكركراس، اقصى نقطه حدوديه للمغرب مع موريطانيا. شويه ويتقطع الراديو اللي كنت كنتونس به، وبدات الضبابه كتحيد شويه بشويه، وحتى من الريزو ديال التليفون مشى. وفجاه وبدون سابق انذار بان ليا بغلب يد كيجري قطع الطريق. ما عقلتش على راسي حتى بركش على الفران، ولكن الحموله ديال الشاحنه والسرعه اللي كنت غادي بها ما خلاتنيش نحبس الفران بسرعه، وحسيت بالرويده دازت عليه. ولكن اش كيدير بغل في هاد البلاصه الخاويه من الصحراء؟ كون كان جمل غادي يجيني الامر عادي، وخا الامر مستبعد الحدود، اما يخرج لي بغل وسط الصحاري فهادشي اللي ما استوعبتوش. وقفت الشاحنه ديالي في جنب الطريق وزيت البيل، قلت على الاقل الى مات نجرو نحيدو من الطريق حيت يقدر يفاجئ شي حد اخر ويسبب شي حادثه. ولكن هنا كانت الصدمه، فاش نزلت من الشاحنه ما لقيت حتى شي اثار ليه نهائيا، لا جثه لا دم لا والو. قلبت تحت الرويدات وفي جنب الطريق ما لقيت حتى حاجه. وفي ديك الاثناء اللي جاتني الحيره والاستغراب سمعت شي صوت بحال ديال شي حديده طاحت من فوق الارض. تلفت ورايا باش نشوف، بانت ليا سلسله غليظه وطويله مرميه في الارض، والبغل واقف على رجلي وكيشوف في جهتي، وعيني كيضويو بحال شي بولات. ما عقلتش على راسي حتى بديت كنجري الشاحنه، سديت عليا وبديت كنقرا في القران. هادشي عمرني ما صادفته في حياتي. غادي وكنت لفت في جنابي وجاب لي الله بحال شي حد كيراقبني ولا شي حد جالس قريب ليا. فجاه هو يرجع الراديو يخدم بواحد الصوت قوي بزاف قفزني من بلاصتي. طلعت على التليفون لقيت ريزو يلا رجع ليه، وقررت في ديك اللحظه نعيط على الحاج مبارك ونعاود ليه هشطره. والصدمه كانت قويه فاش جاوبني وقال لي ان شي شيفورات خدامين عنده شافوا نفس داكشي اللي شفت، وانه ماشي بغل وانما حاجه اخرى. اشنو داكشي بالضبط؟ موالف فاش كنكون سايق، اما كنكون كنغني ولا كنردد بعض التراتيل ديال القران. ولكن هاد المره الطريق كامله وانا غير ساكت وكنفكر في هاد الموقف اللي وقع ليا. هو صحيح اني كنامن بوجود الجن، ولكن عمري اعتقدت انهم يقدروا يتمثلوا على صفات حيوان. وصلت لمركز الكركرات، هو ابعد نقطه حدوديه بين المغرب وموريطانيا. وقفت الشاحنه في الصف نشد النوبه قبل ما ندوز في السكانير ديال الجدارميه. اليوم كاين زحام بزاف في المركز وتقدر ما توصلني النوبه حتى تدوز ساعتين ولا ثلاثه. قلت ننزل ونشم شويه الهواء ونشرب شي قهوه ونحاول ننسى داكشي اللي وقع ليا، وحتى داكشي اللي قال ليا الحاج مبارك. الحاج مبارك فاش اتصلت بيه وصفت ليه اش وقع ما كانش بغى يهضر معايا في داك الموضوع نهائيا، وبدا كيحاول يقنعني اني ما نعمرش راسي بهادشي. ولكن من خلال نبره ديال الصوت والطريقه ديالو في الكلام حسيت بيه مخبي شي حاجه. ولكن فاش بديت كنلح عليه قال لي انه من خلال داك الوصف اللي عطيته فداكشي اللي صدمته في الطريق ماشي بغل كيف ما كان كيحسب ليا، وانما بغله كيسميوها بغله الروضه، وبالشلحه كتسمى تمغاره ناس مدال، وكتخرج من المقبره فاش كيطيح الليل، وكتكون مربوطه بسلسله ديال الحديد وكتبقى تجري حتى كيطلع الصباح.
وزاد شرح لي انه حسب معتقد الشعبي المغربي فهاد البغلة كانت مرة بحال كاع العيالات، ولكن فاش مات ليها الراجل ما شداتش حق الله وبدات كتخرج مع الرجال وكدير معهم شي حوايج خايبين. داكشي علاش الله مسخها بغلة، وان اي شخص صادفاتو في الخلا يا اما كتخطفو وكتدي المقبرة كتدفنو حي، ولا كتقطع اطراف وكتاكلو وما كيبقى فيه والو. انا راني ميمشيش بيني وبين شي بغلة حتى تخرج ليا فهاد الليل، كي غادي ندير في الرجوع؟ والطريق خاوي غير الصحراء والقفار. اش داني شي موريطاني ولا مالي، كون غير بقيت مقابل دويرتي ومعايزاتي حسن ليا من هاد الويل. من بعد 4 سوايع عاد وصلتني النوبه باش ندوز في السكانير، وبت الليله في مدينه اطار باش في الصباح بكري نشد الطريق لنواكشوط. وداكشي فعلا اللي كان، فاش وصلت لنواكشوط فرغت الحموله ديال الشاحنه، ارتحيت شويه وشديت الطريق ديال الرجوع للمغرب. وحتى حاجه ما كانت في بالي من غير ديك المصيبه ديال البغله. في الرجوع وعند المركز الحدودي ما تعطلتش بزاف، حين رجعت خفيف وبدون حموله. وصلت للمدينة الداخلة وقررت أنني نعس شوية حيت التعب والإرهاق هلكوني. السكان في الصحراء كيختلف كليا على ديال أوروبا. أوروبا كلها طرق سيارة، يعني كلها فيها لوطوروت كتسوق براحتك وبأقل جهد، أما ديال الصحراء كلها حفارة وضيقة، وشحال من مرة فاش كنتقابل مع شي شاحنة كتكون جاية في الجهة المعاكسة كنكونوا ملزومين أننا نهبطوا رويدة للطريق باش ما نتصادحوش. قبل ما نخرج من الداخلة حاولت نقنع راسي بأن داكشي اللي وقع لي مجرد تهيؤات وما كيلاش نبرزت راسي بالأوهام، وحتى إلا كان داكشي فعلا بالصح كيما كيحكيو هادشي ما كيعنيش أن داك الموقف غادي يتكرر. ولكن ما حد كان قرب حتى كنحس بقلبي كيضرب وباغي يخرج من بلاصتو. هادي 3 ديال السوايع باش خرجت من الداخلة، الجو بارد والضبابة طايحة، ولكن فاش بقات لي شي 10 كيلومترات على هذيك البلاصة حتى بدا الجو كيصفى بالتدريج، وحتى من الراديو والريزو ديال التليفون تقطعوا تماما كما وقع ليا في المرة الأولى. بديت كنتسنى الأسوأ، مداش بزاف ديال الوقت حتى بانت ليا واحد الشاحنة قدامي. فرحت بزاف لأني على الأقل نلقى ناس في الطريق، ولكن هاد الفرحة دغيا غادي تزول وغادي تولي خلعة فاش غادي نقرب ليها. الشاحنة اللي قدامي كانت غادية بواحد البطء شديد جدا، ما قدرتش باقي نسايرها بنفس السرعه اللي كانت غاديه بها. كلاكسونيت على مول الشاحنه ويعطيني الاشاره باش ندوبلو، وداكشي فعلا اللي درت. دوبلت هذيك الشاحنه وانا كنحاول نشوف شكون الشيفور اللي سايقها، وهنا كانت الصدمه. لقيت ما كاين حتى شي واحد في ديك الشاحنه، والشاحنه غاديه غير بوحدها. في ديك اللحظه حسيت بالجسم ديالي كله كيترعد وفقدت القوه اللي في يدي ورجلي. حاولت نحافظ على الهدوء ديالي ونكمل الدوبلاج ونحاول نخفي الخوف ديالي. فاش دورت هذاك الكاميو وحاولت نشوف في المرايا غير بنص عين، حيت من شدة الخلعة ما قدرش ندور راسي كامل باش نشوف. ولكن هنا كانت المفاجأة الكبيرة، طريق ورايا خاوية والشاحنة يلا دوبلتها غبرات ما كيناش بحال الا عمرها ما كانت. فقدت القدرة على التركيز وبديت كندور وكنتلفت في كل جوه. الساعة ما بان ليا والو، وهنا قررت انني نزيد في السرعة ونحاول نبعد على الطريق بأسرع وقت. وبقيت غادي حتى دخلت لمدينة بوجدور اللي ارتاحيت فيها شوية، وكملت من بعدها الطريق حتى وصلت للدوار. فاش دخلت للدار كنت مهلوك بالعيا، مشيت مباشرة باش الناس وما فقت حتى دازت 15 ساعة. فاش فقت خرجت قدام الدار نشم شوية ديال الهواء، ومن هانيت نرجع سينتا اللور شوية ويبان ليا ولد عمي السالمي كيدخل معز للزريبة. اللي غير شافني جا سلم عليا وسولني كيفاش كنسفر. بقينا كنهضروا شويه، طلب مني باش نتسنى شويه باش يجيب لي شي حاجه. لقى عاملي وحف اللور ديال الشاحنه ديالي، دخل الزريبه فين كان مخبيها وجهازها في يدي. اللي غير شفتها حسيت برجليا خواو والريق اللي فهم منشف. فاش شفتو هاز ديك السنسله وجاي عندي حسيت برجلي خوات. ما حدو كيقرب وانا كنزيد نتاكد ان ديك السنسله اللي هاز في يدي هي نفس السنسله اللي طاحت على عيني في ديك الطريق المشؤومه. بقى السالمي كيهضر معايا ولكن انا عقلي كان مرفوع وما كنسمعوش شنو كيقول. هاد البلاء اللي وقع ليا واخا بعدت عليه بمئات الكيلومترات هو تابعني حتى لداري. اش ندير الا داكشي بدا كيخرج ويبان ليا في الدار؟ اش قربني لشي طريق؟ واش داني لشي صحراء؟ بقيت كنهضر غير مع راسي وكنخمم وكنشوف ديك السنسله، حتى حسيت بالسالمي كيحرك فيا. والحاج مالك ساهي؟ واش سمعتي اش قلت ليك؟
قلت له شنو اسمح لي ما سمعتكش مزيان. طريق هلكاتني ومازال خاصني نرتاح شويه. داكشي علاش عاود شنو قلتي ليا؟ قال لي كنت كنسولك اش ندير لهاد السنسله، نرجع الكاميو ولا ندخل الزريبه حتى تحتاج ليها؟ قلت له سير لوحاف شي بير، لوحاف شي بير غارق، لوحاف الخلا، المهم ما تخليهاش عندنا. واش فهمتي؟ دابا هادي سيمانه وانا في الدار غير كنخمم اشنو غادي ندير من بعد. واش نقلب على شي شاري ونبيع هذاك الكاميون هاني راسي؟ واش نقلب على شي شيفور يخدم فيه؟ اي علاش لا، حتى هذه فكره زوينه، ولكن صعيب نلقى شي واحد اللي يتهلا ليا في الكاميو ويديرو بحال ديالو. فكرت ولقيت انني ما غاديش نلقى احسن من ولد عمي السالمي، ثقه والامانه والمعقول. سولته واش عنده البيرمي ديال الرموك، قال لي انه عنده غير ديال الطوموبيل وديال الكاميو، اما ديال الرموك كان ديما كيفكر باش يديرو ولكن ما سالاش بسبب الخدمه. في نفس اللحظه جاتني فكره اخرى واقترحت لي انه يكون المساعد ديالي ويعود يمشي معايا لموريتانيا. اما الشغل ديال الزريبه والكسيبه وداكشي غادي نشوفو شي حد اخر يقابلو. السالمي تحمس بزاف الفكره ووافق بالزربه، وحتى انا عجبني الحال لانه وافق يمشي معايا، لانه بالاضافه للصدق والامانه اللي كيتميز بها دمو خفيف، الواحد ما كيشبعش من هضرته، وغادي يعاوني ويونسني في الطريق. طلبت منه يقاد الباسبور ديالو وشي اوراق، واللي مباشره فاش قادهم لقينا راسنا كنوجدو باش نطلعوا لموريتانيا. وقررت انني ما نعاود ليه والو من داكشي اللي وقع ليا في الرحله الاولى، حيت واخا نعاود ليه ما غاديش يصدقني، وغادي يقول هذا غير شرف وبدا كيتوهم داكشي. توكلنا على الله وشدينا الطريق. الجو زوين والطريق كامله وحنا ناشطين، ما حسيناش بالطريق. فاش قربنا نوصلوا لديك البلاصه المشؤومه حسيت بقلبي كيزدح وكنت كنتسنى الأسوأ، ولكن الشيء الغريب ان حتى حاجه من داكشي اللي كنت خايف منه ما وقعات. وحتى فاش وصلنا لموريتانيا وتمينا راجين ما وقع والو. من بعد هاد الرحله ولينا كنمشيو بجوج وبصفه منتظمه لموريتانيا وحتى المالي والسنغال، وعمرنا ما صادفتنا شي مشكله في الطريق. وبديت شويه بشويه كنسى كاع داكشي اللي وقع، كان كلشي غادي على احسن ما يرام. حتى لواحد النهار كنت كنوجد باش نمشي في رحله جديده، وتفاجأت باتصال من ولد عمي السالمي كيقول لي بلي انه مريض بزاف وما يقدرش يمشي معايا هاد المره. تلفت ما عرفت من ندير، وكنت مضطر انني نمشي بوحدي هاد المره حيت ما نقدرش نعطل السلعه على مواليها. داكشي اللي وقع ليا في ديك الرحله كان أسوأ حاجه وقعت ليا في المسيره المهنيه ديالي كامله، واللي بسببها كانت هادي اخر رحله ليا في الصحراء. توكلت على الله وقررت انني نطلق بوحدي هاد المره بعد المرض مفاجئ ديال السالمي. هاد الليله شتا خايط من السماء وخاصني نزيد نرد البال حيت بسبب الشتا والحموله ديال الشاحنه الخطوره كتزاد. الليل كامل وانا كنسوق حتى بدات خيوط الشمس الاولى ديال الصباح كتبان، وقررت اني غير ندخل لطنطا نوقف نفطر والناس شويه قبل ما نكمل الطريق. وداكشي فعلا اللي كان، دازت بيا عيني نعس شويه، فقط شربت القهوه ديالي وشديت الطريق قبل ما نوصل لطرفايا بواحد 10 ديال الكيلومترات. وفي الوقت اللي مبقاش بزاف باش يطيح الليل، بلي واحد السيد واقف حدا واحد الصخره في الجنب ديال الطريق. الوقفه هي الوقفه والملامح هما نفس الملامح. ايه هو، والله حتى هو، هذا هو السيد ريس مول بيكو اللي كان جارنا في الدوار قبل ما يرحل لنا واحد الى قادير. هادي 10 سنين ما بقيت شفته مسكين ولا سمعت خبارو، ومشي ليا حتى من بالي في هاد المده كامله. ولكن اش كيدير في هاد الخلا بوحدو؟ بنت ليا واحد بلاصه في جنب الطريق خاويه، وقررت انني نوقف الشاحنه ونمشي لعندو. قربت ليه وتاكدت انه فعلا هو. فاش سلمت عليه ما ردش عليا السلام، حرك غير يديه بواحد البروده كبيره. كنهضر معاه وهو كيشوف واحد الجهه، وجهه كامل ازرق وعيني كيبانو بحال خارجين بلاصتهم، سنانو كاملين طايحين وحوايجو مسخين. سولتو واش انت هو السيد ريس؟ حرك راسو بحال كيقول لي لا، ولكن واخا هو كاين فيه انا متاكد انه هو، وما فهمتش علاش كيتصرف هكا. حطيت يدي على الكتف ديالو وحسيت بها بارده بحال حاطه فوق الثلج. قلت ليه اني نقدر نديه معايا باش نوصلو الى كان غادي لشي بلاصه في الطريق. بقى ساكت ما جاوبنيش، تميت راجع للشاحنه ديالي باش نمشي بحالي. يلا تحركت شي 5 خطوات بالحساب وقلت مع راسي ضروري غادي يحتاج شي حاجه. درت يدي في جيبي جبت شي بركه ديال الفلوس ودرت باغي نرجع نعطيها ليه، وهنا كانت الصدمه. فاش تلفت ما لقيت حتى واحد، حسيت برجليا بداو كيرقدوا عليا، مستحيل شي حد يغبر بهذه السرعه وفي هذا المكان بالذات. ما بقيتش باغي نبقى في هذه البلاصه، درت غير بشويه وتميت راجع للشاحنه ديالي.
غادي كنتمشى وكنحس بحال الارض كتدور من تحت رجلي. بصعوبه كبيره طلعت في الدرور ديال الشاحنه، سديت عليا الباب وانا انضماري بحالي. طريق كامل وانا كنفكر في هذا الشيء اللي وقع ليا تاني، حتى فاش كنوقف في المحطات ديال الاستراحه باش الناس ما كيجينيش الناس، على الاقل كون كان معايا السالمي ما غاديش نخاف كي دابا. وصلت لمركز الحدودي ديال الكركرات وكالعاده كاين زحام، قررت اني نتصل بالسالمي نسول فيه كيف بقى، وفي نفس الوقت نقولي اني تلاقيت مع السيدريس في الطريق. وهنا كانت الصدمه الثانيه فاش قال لي السالمي ان السيدريس مات هاد 4 سنين في حادثه سير، وفاش سولته فين بالضبط وقع هادشي جاوبني وقال لي الدخله ديال طرفايا، اي نفس المكان اللي شفتو فيه. وتاكدت بديك اللحظه فعلا انها الطريق ملعونه. الطريق ديال المشي كتختلف كليا على الطريق ديال الرجوع، في المشي كتكون محصور بالوقت ولازم توصل السلعه لمواليها في الوقت محدد، اما في الرجوع كتكون غادي على راحتك واخا ما بقات راحه في الطريق. وصلت بالعشيه لموريطانيا، خويت السلعه اللي كنت هاز وقررت نمشي لشي اوطيل نضربها بشي نعسه على شاركه، حيت الناس في الشاحنه هلكني هاد المره اكثر من القياس. جميع الغرف اللي في الاوطيل كانوا عامرين ديك الليله، بقات غير غرفه وحده هي اللي خاويه. قلت مع راسي مزيان نيت نضربها بشي تدويشه قبل ما مشي الناس، وقررت باش ناخدها. فاش دخلت للغرفه وبسبب العيا مشيت مباشره لحيت فوق السرير وحاولت الناس، ولكن الناس طار بسبب كاع داكشي اللي وقع ليا في الطريق. وبقيت غير كنفكر ونعاود ونهضر مع راسي واش انا مريض، وبديت كنتوهم شي حوايج ما كاينينش. وقيل خصوصا ان جميع دوك المرات فاش كنت كنتعرض لدوك المواقف كنكون غير بوحدي، اما فاش كيكون معايا السالمي ما كيوقع والو. ولكن السلسله ديال الحديد اللي لقى السالمي في الشاحنه ونشوف السيدريس في نفس المكان اللي توفى فيه، فهاد الشيء مستحيل يكون اوهام او حتى مجرد صدفه. من كثرة التفكير وبلا ما نشعر داني الناس، ولكن ديك الليله دازت طويله جاني فيها بغطاط في الحلم، وفاش كان كيقجني كنت كنحس بداكشي فعلا بحال بصح، فقت كلي مخسر وعظامي كاملهم كيضروني بحال شي حد كان كيعطيني العصا. اما فاش شفت وجهي في المرايا لقيت عنقي كله احمر، ربي مولاي اش هادشي ولا كيوقع ليا. قررت نشد الطريق ديك الساعه ونرجع بحالي للمغرب، وانا غير كنفكر كيفاش غادي ندوز هاد الطريق بوحدي. الصراحه الغلطه ديالي ما كانش عليا نسافر بوحدي لاي سبب من الاسباب، غادي كنسوق وكنتسنى غير في الاسوأ، واي شخص او حاجه كنشوفها او كنصادفها في الطريق كنبقى نشوف فيها شحال باش نتاكد فعلا واش حقيقه ولا لا. فاش قربت من ديك الصخره اللي شفت فيها السيدريس قررت انني ما نشوفش في الجهه ديالها نهائيا، لاني ما بقيتش قادر نستحمل شي مفاجاه اخرى، وداكشي فعلا اللي درت. فاش وصلت لديك البلاصه اللي كيقولوا ليها اخ نفيس حاولت نحافظ على الهدوء ديالي ودزت، ولكن غفتها بشي كيلومترات قليله بالضبط قبل من واحد المدينه سميتها الوطيه، وانا نشوف جوج عينين في وسط الطريق كيضويو بحال شي بلاص. وديك الساعه عرفت ان الاشاره والخلعه ديال بصح يلا غادي تبدا. فاش شفت دوك العينين اول حاجه خطرت ليا على بالي هي هذيك البغله ولا السنسله، وتلفت ما عرفت ما ندير، واش نحبس الفران ولا نكمل. فديك اللحظه بلا ما نشعر دخلت في البيست اللي جنب الطريق، الشاحنه تزعزعت واحد الزعزعه حتى حسيت بها بحال الا غتقلب، خصوصا مع السرعه اللي كنت غادي بها. ولكن رجعت السيطره عليها وكملت طريقي وسط البيست، ولكن هاد المره نحو المجهول. هادي 10 ديال الدقائق وانا غادي وسط الخلا، ما عرفتش هاد الطريق فين كتودي، ما كاين لا ضو ولا بنادم ولا حتى حيوان. المهم كان بالنسبه ليا هي نبعد من ديك الطريق الملعونه، ولكن الحاجه اللي ما عرفتهاش ديك الساعه هي انني اتخذت القرار الخاطئ وان الأسوأ مازال باقي مبدا. فجاه اضواء الشاحنه كامله طفات حتى ما بقاش كتبان ليا الطريق، وراها بشي ثواني قليله سكتات الشاحنه حتى هي. يا ربي مولاش هادشي، فبحال هاد المواقف بنادم كيفقد التركيز ديالو، واول حاجه كتخطر لي على بالو كينفذها بلا ما يفكر واش صحيحه ولا خاطئه. كاين السكوات والظلام بزاف حتى حاجه ما كتسمع من غير الدقات ديال قلبي اللي حسيت بيه بحال باغي يخرج من بلاصتو. جاب لي الله وليت كنحس بحال اللي حاطين في شي قفز مع شي سبع وما عارف ما نقدم ولا نوخر، وقاس كنتسنى في المصير ديالي. في وسط هاد اللحظات العصيبه سمعت شي حاجه كتقرب من بعيد، ومصدر داك الصوت كان غادي وكيزيد يقرب. عرفت واش من صوت؟ هذا صوت السنسله مجروره مع الارض. حاولت نخدم الشاحنه ويديا كيترعدوا ولكن حلفات لخدمات، وهذاك الصوت قرب ليا بزاف
حتى حسيت ان ما بقى بينه وبينه غير شي امطار قليله. واش ننزل ونهرب ولا نبقى في الشاحنه ديالي؟ بديت كنتسنى في الأسوأ، وفي لحظه وبدون سابق انذار سمعت شي صوت قوي كيضرب الجاج ديال الشاحنه، وطار عليا الجاج على وجهي. شفت في الجهه ديال الشرجم اللي تهرس وكيبانوا لي رجلين، رجلين ديال البغله. انا اللي مهم يمشي البغله هادي. هزيت البير بالزربه ونقزت من الباب اللي على اليمين. فاش رجلي قاست الارض حسيت بها بحال تفدعات، ما قدرتش نجري بها مازال. ولكن في دوك اللحظات الالم هو اخر حاجه كيفكر فيها الواحد. ضربت الضوء ديال البيل في الجهه اللي من ورايا وشفتها بعيني وتاكدت هذه البغله تابعاني من اللور. وكتقول لي فين غادي الحاج؟ اجي غير نسولك. شنو بغله كتدوي؟ تخيلت راسي بحال ناس وهادشي كامل اللي كيوقع ليا غير حلم مزعج وصافي. حاولت نفيق راسي ولكن للاسف هذا ماشي حلم وانما واقع وخصني نواجهه باي وسيله. قلت لي انا معاك بالله والشرع بعدي مني. قلت لي واخد اجي نسولك سيدي سؤال واحد وسير بحالك. في دوك اللحظات تفكرت الهضره ديال الحاج السي مبارك فاش هضر ليا على البغله، وانها الا تمكنات من الواحد يا اما كتخطفو وكتدي للمقبره كتدفنو حي، ولا كتقطعو طراف وكتاكلو. ما بغيتش يكون هذا هو المصير ديالي. بززت على راسي وبقيت كنجري وسط الظلام حتى طحت وحسيت براسي اني ما بقى عندي جهد نجري مازال. ضويت بالبيل ويتبان ليا واحد الشجره. قلت مع راسي ان البغله ما تقدرش تطلع مع الشجره، وقررت انني نطلع معها. ما دازتش بزاف ديال الوقت وهي تبان ليا جايه والسنسله مربوطه في رجليها تماما بحال الوصف اللي كان ليا في بالي. في ديك اللحظه بديت كنقرا في القران. ما عقلتش اش من صوره بالضبط كنت كنقرا، واش فعلا هذاك كان قران ولا لا. وهي كتشوف فيا وكتضحك وكتقول لي واخا تبقى تقرا حتى للصباح، داكشي اللي كيتسناك هو اللي غادي يكون. ناري بسم الله الرحمن الرحيم، اش بغيتي مني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لي ما قلتيش لي يا سيدي، واش بغيتي تركب عليا ولا نركب عليك انا؟ اناري القضيه ولا فيها الركوب؟ انا معاك بالله والشرع، ما نركب عليك ما تركب عليا، بعدي مني. ما بقاتش عاودت معايا الهضره. بنت لي البغله دارت وعطاتني بالظهر ومشات في حالها. ولكن قلت مع راسي هي غير كتسناني ننزل من فوق الشجره باش تفرسني. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى رجعت عندي ثاني كتجري، وضربات براسها الشجره واحد الضربه حتى تزعزعات كامله. وبقليل من الحظ كنت غادي نضيع، ولكن تشبت بالاغصان ديال الشجره مزيان لاني عرفت انها اخر امل بقى عندي. البغله ما بغاش تعيا، كتضرب وتعاود تضرب تقول واش داك الراس ديال الحديد. وفي كل ضربه كنحس بديك الشجره بغات تهرس. شويه وبدون مقدمات سمعت صوت اذان الفجر من بعيد. الله صوت شحال زوين، وفاش كيسمعوا الواحد كيحس بالراحه. في ديك اللحظه سبحان الله مشى كاع داك الخوف، وسلمت امر الله وقلت لي بغات توقع دابا غير توقع. زاد الاطمئنان ديالي حيت هادشي كيعني ان كاين شي تجمع سكاني قريب. واللي زاد طمني كثر فاش بان لي الصباح بغيت يطلع، حيت الحاج مبارك وعلى حسب ما كان حكى ليا ان هاد البغله كتعرف فاش كيبدا النهار يطلع. وفعلا داكشي اللي كان. باقي كاع ما كمل المؤذن القوله ديال الله اكبر حتى شفت ديك البغله قفزات بحال ضربها شي حد، وهي تبدا كتجري حتى غبرات. وانا واخا هكاك ما تقتش وبقيت معلق في ديك الشجره حتى طلع النهار عاد هبط. نزلت مهلوك ما بقى فيا جهد، مشيت مباشره للشاحنه ديالي اللي غير دورت فيها الساروت وهي تخدم، وشديت الطريق وما قلتش على راسي حتى كنت في الدار. كانت هذيك اخر رحله ليا في الصحراء وفي المسيره المهنيه ديالي كامله، غير الحماق هو اللي غادي يعاود يرجع لتما. دوز سالمي البيرمي ديال الرموك ولا هو اللي خدام عليه، اما انا قررت نبقى نقابل غير معيزاتي ونرتاح. ومرة مرة كنت كنسافر إيطاليا كنشوف وليداتي اللي باقين خدامين تما. قررت نحتفظ بهذا السر ليا وحدي، حيت إلا عاودتو شي واحد غادي يقول هذا مسكين غير شرف وبدا كيخرف. كاع هادشي اللي داز عليا في هاد التجربة الصعيبة ما فهمتوش، وكامل غموض وأسرار. السر يقدر يستمر للأبد. والنصيحة اللي نقدر نقدمها فاش تكونوا مسافرين في الليل تلفتوا وراكم، يقدر بغلة القبور مولات السنسلة تبعكم. وكانت هذه هي النهاية ديال القصة ديالنا.